The Peeling Solution اللي هو الماسك المعجزة اللي دار بوم في العالم اللي كانت استعملته كيم كارداشيان. البنات كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم في القناه ديالي. اللي ما كيعرفنيش انا اميمه، لاشين ديالي ريفيو ويد امي. هاد لاشين غادي تكون متنوعه، غادي يكونوا فيها ريفيو على لي برودوي، على الماكله، وغادي نديروا فيها دي فلوغ. يعني غادي تكون واحد لاشين متنوعه، غادي تكون فيها بزاف الحوايج ان شاء الله، وغادي تفيدكم في هاد الفيديو ان شاء الله. غادي تكون من بين سلسله ذا اوردينري ديال العنايه بالبشره، وهذا غادي يكون اول فيديو فيها اللي غادي يتكلم على المنتوج بيلين سولوشن. كيف ما وعدتكم في الفيديو السابقه قلت لكم غادي نتكلم لكم عليه. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على الفرق بين لو برودوي اللي غادي تلقاو اوريجينال والفيك. غادي نقول لكم المميزات اللي غادي تلقاوهم في الاوريجينال. لما لقيتوش الاوريجينال يعني هذاك لو برودوي راه مزيف. غادي نهضر لكم على طريقه الاستعمال، غادي نهضر لكم على الفوائد تاع هذا البيلين، وعلى الناس اللي ممكن يديروا هاد لو ماسك. والا ما كانش ممكن دير انت من هذوك الناس اللي غير ممكن ليك ديرو، غادي نعطيك حل اخر اللي غادي ممكن تستعمل هاد البيلين او مقشر احماض. تشهر اكثر من بعد ما استعملته كيم كارداشيان، دار واحد الضجة عالميا لانه عنده واحد الفوائد كبيرة للوجه. بيلين سولوشن او مقشر الاحماض كيفاش كيخدم؟ ملي كنديرو على البشرة ديالنا كيكونوا تصبغات حبوب، كيكون واحد الشوائب في البشرة ديالنا والمسامات. اول حاجة ملي كيدار على البشرة كيقشر هذيك البشرة الخارجية، كينقي لينا المسامات، كيحاول المسامات بحال تيصغروا مع الوقت مع الاستعمال، الحبوب كينشفوا، التصبغات كيبداو ينقصوا. اللي عنده شي تصبغ قديم كيبدا ينقص. هو واحد الماسك منزلي. هاد لي ماسك كانوا تيداروا في عيادات، ولكن دابا مع ذا اوردينري ممكن وليتي تستعمل هاد المقشر غير في الدار. ولكن عنده شروط باش تستعملوا في الدار. ماشي اي واحد ممكن يديرو، ماشي اي طريقه ممكن ديرها، وماشي شحال الوقت كيف ما بغيتي غادي تخليه في وجهك. فهاد لا فيديو غادي نشارك معكم كاع هاد التفاصيل، كيفاش غادي شحال الوقت، كيفاش غادي ديروا انا باش غادي ممكن تستعمل هاد لو برودوي. وحتى البنات اللي ما يمكنش ليهم يستعملوا هاد الاحماض غادي نعطيكم في الاخر الفيديو البديل ديالو. كيف ما كتشوفوا البيلين سولوشن فيه 32% تاع الاحماض. هاد 32% صعاب بزاف على البشره ديالنا. يعني واحد البشره ما مولفاش تستعمل تقشيره الاحماض للبشره ديالها غادي يجيها صعيب 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 بزاف باش ديروا لوجهها. الناس اللي ما يمكنش ليهم يستعملوا هاد الاحماض هما الناس اللي عندهم البشره حساسه، وكيف ما قلت لكم الناس اللي البشره ديالهم ما متعوداش على الاحماض. بالضبط كيف ما قلت لكم قبل بان هذا فيه 32% تاع الاحماض. الواحد الا كان بغى يبدا يدير تقشير الاحماض في المنزل ديالو يستعمل من 5% حتى 15% تاع تقشير الاحماض، ويستعملوا يا اما هنايا في الايد ديالو او لهنايا لتحت تاع الوجه ديالو. غادي يستعمل وغادي يخليه عندك 24 ساعه ولا 48 ساعه عاد ممكن تولي تستعملو في الوجه ديالك، حيت لا قدر الله ممكن ديرو في وجهك والله يستر يحرق لك وجهك، ما يتمشاش لك مع البشره ديالك. ضروري خاصكم ديروا واحد بحال ان تيست في البشره ديالكم وتشوفوا كيفاش غادي تتفاعل مع البشره. بالنسبه للناس اللي ملفين تقشيره الاحماض اولا كانوا تيستعملوا واحد احماض بنسبه قليله في دي برودوي، خاصهم اول حاجه تكون البشره نقيه، تكون مغسوله وتكون جافه، ما تكون فيها حتى قطره تاع الماء، حيت قطره وحده ولا الرطوبه اللي تتكون في الوجه كتفاعل مع هاد لو برودوي وكتدير واحد لافي كبير. وما خصناش حنا هذاك لافي كبير تاع لو برودوي، خاصو يخدم
كيف ما هو عاطيه الشركه، كيف ما الشركه خاصو يخدم بحال هكذا. ما يمكنش البشره خاصها تكون جافه 100%. كيدار على الوجه، انا غادي نوريكم الطريقه تاع الاستعمال ديالو. كيدار على الوجه، كونتور دي زيو حول العينين ما خاصوش يتقاس. هنايا لو كونتور تاع الفم ما يتقاش بالضبط للناس اللي اول مره غادي يستعملوا، اما الناس اللي متعودين معليش الى داروا هنايا في جنب الفم ديالهم. وكتخليوه على البشره ديالكم ماكسيموم 10 دقائق، وانا كنفضل ديروا قل من 10 دقائق. انا كنديرو 6 دقائق 5 دقائق من الاحسن. دابا وليت حيت مني متى كنستعملو 8 دقائق اقصى حد. كتغسلو بالماء دافي، من الاحسن يكون ما دافي، تغسلو به الوجه صافي كتنشفوه. وضروري ضروري ضروري من واقي الشمسي. حيت علاش لاكرو؟ حيت البشره كتكون القشره الفوقانيه تحيدات القشره الفوقانيه، يعني هذيك البشره اللي غادي تحمي ليك القشره اللي غادي تحمي لك البشره ديالك من الشمس ما بقاتش. يعني ضروري لي كونسولير كيف درتو التقشير كيف ما درتوش خاص ضروري يدار، حتى راه كيف ما عارفين بان لي كونسولير كيحمي البشره من التجاعيد من هنا لقدام، من التصبغات، من شحال من حاجه، حتى من سرطانات الجلد الله يحفظ. شحال من مره من الاحسن هي كاتبين في لو برودوي وشركات تقول لك دو فوا بار سيمين، ولكن انا من الاحسن تنقول لكم اون فوا بار سيمين صافي. انا شي مرات كنديروا اون فوا بار 15 جوغ، مره في 15 يوم من الاحسن، باش حتى البشره ديالكم ما تحسش باش ما شحال من حاجه ما توقعش ليكم. وبالضبط الناس اللي عاد بادين يبداو بشويه بشويه، بحال يديروا مره في الشهر اول حاجه. عاد بداو ومني داروا واحد لو تيست في الوجه ديالهم ما دار لهم والو، يديروه مره في الشهر، من بعد يديروه مره في 15 يوم، من بعد يديروه مره في 10 ايام، من بعد مره في السيمانه من الاحسن. وهذا هو المده ديالهم، ما يديروش 10 دقائق. المره الاولى يديروا 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق حتى ماكسيموم 10 دقائق. ما خصوش كاع يفوت 10 دقائق في البشره اولا غادي كرفس لكم البشره. كيف ما كنقولوا الشيء ان زاد عن حدين قلب الى ضده. بالنسبه للطريقه تاع الاستعمال ديالو، كيف ما قلت لكم خاص يكون الوجه مغسول ناشف. دابا انا غسلت الوجه ديالي نشفته، دابا غادي ندوز نستعمل لو برودوي. غادي نحطو في الايد، هما تيقول لك من الاحسن تحطو في الايد ديالك وتستعملو باش يكون تكون الكميه متوازيه في الوجه كامل. نابليكي على الوجه ديالي. بالنسبه للماسك، نتوما تابليكي وغادي تحسوا بواحد بحال تيقرصكم، ما كاينش مشكل الا كان قرصكم غير 10 ثواني. الى كثر الحريق غادي تحبسوا وغادي تغسلوا الوجه ديالكم، حيت لو ماسك ما غاديش يوافقكم. بالنسبه لي شفتوا الكونتور دي زيو ما قصتوش، تنخلي راس الكونتور دي زيو ما فيهاش لو برودوي. ملي عندي واحد الحبوبات هنايا تنديروا ليه، حيت انا كنلقى عليه واحد النتيجه حيت الحبوب كيكرموا ليا. من بعد ما ابليكيتو على الوجه ديالي غادي نخدم الكرونو. بالنسبه ليا غادي ندير هنا 7 دقائق، كما تشوفوا هنا درت 7 دقائق. غادي تسالي 7 دقائق وغادي نرجع معاكم باش نغسل الوجه ديالي ونوريكم لو ريزلت من مورا ما كنغسل. وبعد ما سالت المده ديال الماسك مشيت غسلتو. البنات باش الا بغيتو تمسحو الوجه ديالكم تديرو غير هكا، ماشي كتحكو في الوجه، غير هكا غير باش ما ينشف من الماء وصافي. دابا الماسك ضروري خاصو يدار غير في الليل، ما تيدارش في الصباح حيت الضو تاع الشمس ما خاصوش كاع يقيس لك وجهك. كيف ما قلت خاص ضروري ليكرون قبل ما كنعس. دابا درتو غادي قبل ما ننعس تندير كريم ايدغاتون.
دابا وصلنا لاهم حاجه في هذا الشيء كامل. هذا لو برودوي قلت لكم كيفاش الطريقه، قلت لكم اشنو الفوائد ديالو، هذا واهم حاجه هو لو بري ديالو. كيف ما قلت لكم في الفيديو السابقه اللي ما كانوا شافوا الفيديو السابقه، قلت لكم كنت خديت من جوج لي سيت. السيت الاول هو يوري باي، و السيت الثاني فانتاستيك هو الاخر اخر واحد خديت. هاد لي سيت تنثق فيهم 100%. علاش؟ حيت عندهم دي برودوي اوتنتيك وكيبيعوهم تبيعوهم بثمن كيف ما كتبيعو الشركه، كيف ما غتلقاو في سيفورا، كيف ما غتلقاو في برا. اما هنا في المغرب كيف ما كتعرفوا الثمن ديالو طالع بزاف. تقريبا هاد البيرين سولوشن داير اقل حاجه لا لقيتو تلقاو 150 حتى 180 وانت طالع، على حساب الفوندور او الفوندوز اللي بعثوا ليك. انا رايي الشخصي تنقول من الاحسن ناخذو من واحد لو سيت على برا، او للبنات نتوما لا بغيتو تاخذو دي برودوي دي اورديناري ممكن تجمعو ياك، وغادي تجيكم ليفغازون تقسموها بيناتكم، غادي يجيكم يطيح عليكم برودوي رخص ما كتاخذو من هنا، وعندكم واحد لو ريسك كبير واش هذاك لو برودوي واش اوريجينال او لو فيك. حس انا غادي نوريكم في لا فيديو، غادي نوريكم كيفاش تعرفوا واش اوريجينال او لا مزيف. يعني هذاك الشيء خاص حتى يكون قدامك لو برودوي عاد كتعرف، عاد كتعرف، ما يمكنش تعرف من لا فوتو. ممكن واحد يحط لك لا فوتو بانه راه اوريجينال ولكن هو ماشي اوريجينال. هذا ما كان. كيف قلت لكم بان لو بري ديالو كنت خديته في لو سيت الاول اللي كان تيبيع بالدولار 7 دولار تقريبا، وفي الاورو كان شويه طلع عليا غالي، ولكن مهم اهم حاجه هو يوصلني 7.45 اورو تقريبا. الا بغيتو غادي ندير لكم واحد الطريقه كيفاش تقداو من لو سيت الاول ومن لو سيت الثاني اللي خديت منه. باش تعرفوا واش البرودوي اوريجينال ولا لا، كيف ما كتلاحظوا هنايا في القرعه وفي الكرتونه كتلقاو ذا اوردينري. اوردينري كتكون بكتبه غليظه بحال في البواطه، و 30 ام ال تتكون 30 غليظه و ام ال رقيقه كيف ما هنايا. وبالنسبه لواحد لو كود كيكون هنايا، اولا كيكون مكتوب هنايا في القرعه هنايا، كتلقاو نفسه انتوما كيف ما كتشوفوا نفسه هو اللي كاين في الكرتونه. وبالنسبه للكودابار كيكون الارقام في الوسط تاع الكودابار ما تيكونوش لتحت ديالو. وبالنسبه عاوتاني كتلقاو هنايا هاد الكتبه اللي هي The Abnormal Beauty Company كتلقاوها هنايا. بالنسبه لهنا في القرعه كتلقاو هنا واحد الشرطات، الى لاحظتوا في الشاشه واحد الشرطات غارقين باش تعرفوا واش حقيقي او لا. هانتوما كتلقاو واحد الملمس ديالو محرش. وهنايا كتلقاو هادي كتلقاو في البيبيت تتلقاوها خارجه على على هاد الدواره، شفتوا ما تكونش لاصقه. بالنسبه للون ديالو انا هنايا عندي برودوي اخر ديجا مستعمله، حيت كيف كتشوفوا في لي برودوي كاملين اللي ما كيكونش مكتوب فيهم مده انتهاء الصلاحيه، هنايا عندنا 12 موا مني كيتفتح 12 موا وصافي كيتلاح ما سيبقاش صالح للاستعمال. بالنسبه هنايا اللون ديالو ها انتوما كتشوفوا واحد الاحمر دموي. انا غادي نحطو على اليد ديالي باش يبان لكم، شتو الاحمر ديالو كيف داير بحال هكا. كيف
ما وعدتكم في الاول تاع لا فيديو قلت لكم الناس اللي البشره ديالهم ما تتحملش الاحماض، عندي لكم واحد البديل اللي هو تونر غليكوليك اسيد 7% تونر سولوشن. هاد التونر اللي فيه 7% اللي هو غادي نهضر لكم عليه في الفيديو القادمه ان شاء الله. وبهذا غادي تكون وصلت لا فيديو ديالنا النهايه ديالها. نتمنى تكون هاد لا فيديو عجبتكم وكملتوها حتى الاخر وتكونوا استفدتوا. اذا كانوا عندكم شي تساؤلات خليهم ليا في لي كومونتير، ولا كتعجبتكم لا فيديو خليو جيم وبارطاجيو مع الناس صحابكم الى بغيتوهم حتى هما يستافدوا. السلام عليكم، تلقاو في لا فيديو الجايه. باي باي.